اهلا بحضراتكم جميعا في لقائنا الاسبوعي المتجدد مع شركه جرام ذهب. هنتطلع فيه على اهم المجريات الفنيه والمحفزات الاقتصاديه المحيطه باسواق الذهب. تعالوا في البدايه نخش في الناحيه الفنيه. التشارت اللي قدامنا ده هو المدى الزمني اليومي في الذهب. ماذا عندنا مناطق مهمه جدا هنشير اليها حاليا. احنا لسه في عندنا خط اتجاه صاعد رئيسي عدنا اختباره مؤخرا، كان بيتوافق مع خط اتجاه هابط رئيسي ايضا تم اختباره داخل المنطقة المظللة بالمستطيل الاحمر دي اللي هي بتتراوح من 1945 الى 1954. المنطقة دي هتفضل بالنسبة لنا مقاومة قوية جدا، هتفضل بالنسبة لنا منطقة عرض قوية جدا الى ان نستطيع التغلب عليه طول ما احنا تحتيها. مازال مش هقول الذهب يبقى سلبي اكتر ما هقدر اقول ان الفترة الحالية يطلق عليها فترة نيوترال او فترة حيادية. تمام. طيب في محاور مفصلية صغيرة جدا هو مستوى 1933. انا كل اللي انا عايزه الاسبوع اللي جاي الاسبوع القادم ان احنا نقفل فوق هذا المستوى، يعني يجي لي يوم كده الاسعار تغلق فوق هذا المستوى اللي هو 1933. طيب لو احنا قدرنا ان احنا نتغلب على منطقة المقاومة الكبيرة دي ايه اللي هيحصل؟ هنروح فين؟ اقرب المستهدفات بتاعتنا هتبقى حوالين 1975. دي اقرب المستهدفات بتاعتنا. هل دي فقط هنفرح فقط بالمستهدفات؟ لا، ده احنا هنفرح بحاجة اكبر بكتير، ان احنا هنرجع الذهب يخش في اتجاه صاعد متوسط الاجل، ودي هتبقى يعني انطلاقة جديدة ورالي جديد في الاسعار هنتابعه ساعتها مع بعض. ماشي. طيب حتى الان منطقة الدعم بقى القوية او منطقة الطلب القوية ما بين 1900 ل 1904 دي هتظل معانا فترة، يعني ان لو مؤشرات الزخم اللي هي بتشير خروجنا من منطقة تشبع الشراء دي وان احنا كملنا نزول وسيطرة القوى البيعية على مجريات الامور هنقابل هذه المنطقة، دي هتعتبر منطقة دعم مهمة جدا بالنسبة لنا، منطقة دعم او منطقة طلب قوية جدا بالنسبة لنا. في مستوى 1915 ده يعني مستوى مفصلي يعني او محوري، لو اخترقناه لاسفل هتبقى على طول مستهدفاتك ما بين 1900 ل 1905، ويظل معايا اخر مستوى دعم وهو الاهم في الذهب، لان اختراقه لاسفل هيعني ان الذهب هيخش في سايكل اتجاه هابط رئيسي متوسط الاجل، علشان كده طول ما احنا ما بين هذه المنطقة فاحنا الذهب حيادي جدا، كل اللي بيحصل فيه جاست تريدات يعني صعود وهبوط داخل مناطق زي ما انتم شايفين كده. المؤشر الزخم حتى بيتحول ما بين مناطق الاوفر بوت والاوفر سولد، اوفر بوت واوفر سولد، فهذا يعني او يؤكد الحركة العرضية او النيوترال ترند. تمام. فهي دي المستويات المهمة اللي احنا هنخلي بالنا كويس جدا منها. طبعا احنا يعني كل يوم بننزل تقريرنا اليومي بتبقى فيه الارقام الخاصة باليوم. طيب ده من الناحية الفنية. تعالوا بقى نروح نشوف الاسبوع بتاعنا هيبقى شكله عامل ازاي من ناحية الاخبار. عندك يوم الحد يوم الاثنين الدنيا بتغيب تماما عن الدولار، فدول فرصة جيدة جدا، سوري يوم الاثنين ويوم الثلاث هتبقى فرصة جيدة جدا لاسعار الذهب ان هي تحرك بحريتها، لان اخبار الدولار غايبة، مفيش عندنا خالص اي تأثيرات على الدولار الامريكي او جاية من الولايات المتحدة الامريكية علشان نتأثر بيها خلال يعني اول جلسة وتاني جلسة في الاسبوع. طيب تعال بقى من اول يوم 13 سبتمبر اللي هو يوم الاربع
هنبدأ نخش في الكريتيكال بوينت اللي هي ابتداء من مؤشرات السي بي اي. ايه قصة السي بي اي دي؟ هي دي مؤشرات التضخم او الكونسيومر برايس اندكس بتاعت الولايات في الولايات المتحدة الامريكية، اللي هي احنا حاليا كل اللي يهمنا بنراقبه يعني الكور سي بي اي year over year اللي هي دي. هتقول لي ايه الفرق بين السي بي اي العادي والكور سي بي اي؟ الفرق ما بينهم ان الكور سي بي اي بيستثني اسعار الطاقة واسعار الغذاء. علشان كده لما تيجي تبص على الكور سي بي اي هتلاقيه بيتراجع. هتلاقي احنا اصلا القراءة السابقة كانت 4.7، القراءة المتوقعة 4.3، يعني في تراجع في معدلات التضخم. وده الايه؟ وده اصلا اللي حاصل في الولايات المتحدة الامريكية بالفعل. لكن لما اجي ابص على السي بي اي بس فقط لا غير، هتلاقيه 3.2، لكن هم بيتوقعوا 3.6. ده بسبب ايه؟ ده بسبب ان اسعار الطاقة ارتفعت خلال الفترة الماضية، وده اللي خلى قراءات الاقتصاديين او توقعاتهم في السي بي اي العادي او مؤشر اسعار المستهلكين العام ان هي ترتفع بهذا الشكل. ده فقط لا غير. لكن احنا لما بنحب دائما القراءة الاهم بالنسبة لنا هي الكور سي بي اي year over year اللي هي كانت 4.7 والتوقعات بتشير الى 4.3. تمام؟ طيب ده يوم الاربع. يوم الخميس هل في عندنا حاجة؟ في استكمال كبير جدا لمؤشرات التضخم زي الريتيل سيلز او مبيعات التجزئة اللي بتشير الى نمو الاقتصاد، معدلات نمو الاقتصاد. ففي هنا فصلة 0.7 و 0.1. تمام؟ 0.7 و 0.1، يعني في سلبية موجودة. البي بي اي هو مؤشر البرايس البروديوسر برايس اندكس او مؤشر اسعار المنتجين، ده ايضا مؤشر من اهم المؤشرات الخاصة بالتضخم. هتلاقوا حتى القراءات نفس الكلام. البي بي اي العادي العام بيشير الى ارتفاع، بينما الكور بي بي اي بيشير الى تراجع. ده برضو بسبب اسعار الطاقة اللي زادت. في النهاية خالص يوم الجمعة المؤشرات بقى هتبقى عادية، الاندستريال برودكشن او الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة الامريكية. حتى الان التوقعات بتشير الى تراجع. كل هذه الاخبار لو جاءت زي ما هي كده كلها هتبقى ايجابية جدا. لمين؟ للذهب. ليه؟ لان كلها دي بتخلي اي فكر للمتداولين في الماركت ان هم يبيعوا الدولار، وبدام هيبيع الدولار لابد ان هو يدور على عملة بديلة او ملاذ امن بديل. ساعتها هيكون مين؟ الذهب، وخصوصا ان هو عنده مستويات جيدة للشراء بالفعل. تمام يا شباب، شوفكم في اللقاء الاسبوع القادم بامر الله. ما تنسوش تتابعونا على موقعنا الالكتروني وقنواتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف معنا على المزيد من التقارير اليومية والأحداث الاقتصادية وقت صدور. شوفكم على خير.